نورتنا نورتنا يا سامي. اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. لك تسلموا تسلموا، شو هالفرح العظيم نكون معكم. يا عمي نحن مبسوطين فيك قد الدنيا. لك تسلم، يا ريت بقدر اقعد مع عندي راي احضر فيه سينما انا ومرتي. في وقت مجبور. حبيب القلب ما فيني فل هلا؟ لا اعوذ بالله، نحن كبسنا فيك خليك فل. اهلا وسهلا لك. اهلا اهلا، ينعاد عليك رمضان كريم. بسيو عليكم حبيب جميعا وعلى الجميع بهالعيد الحلو. الله يخليك. والاعياد اللي هلا رح تشتبك مع بعضها شيء بجنن. لك لك هالايدين اللي حملهم شو يعني؟ ما فهمنا. يعني نحن كورونا ما فيني سلم عليك الا هيك. اه والله كمان تاتيانا وبسلم عليكم هيك بالعيد كمان. هاي فايف هيديك. في منهم عشفاف؟ في روق. عن جد روق روق روق. لقول لك رح تتفاجأ انه في عشفاف؟ ايه يخرب بيتك. لا شو ما يخرب بيتك عن جد؟ لا 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 مهضوم 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 سامي. يا الله والله خرج كجي معك خبر. اهلا اهلا شو شو كيف؟ قوم بوسو فادي. انت قالت على الشفاف قوم بوسو. سامي خياط يس سير. من 60 سنة بلس بلس 2. ايه هلا بلس 2 بعدين. ايه يعني 62 سنة. نعم انتقدتوا سياسيين. نعم. ومن 30 سنة انتقدتوا اولادهم، واليوم عم تنتقد احفادهم. طب نعم. وبعدين مع القصة هيدي؟ يعني بدنا نكفي، شو بنعمل؟ لأنه هن أبديين أزليين سرمديين. شو عم تحكي؟ نعم ونحن مبسوطين. شو الحال؟ مبسوط الحال؟ نرجع نصوت لهم، هيدا الحال. لأنه ما فينا نعيش بلاهم. مين بدنا نقلد اذا راحوا؟ صح شفت كيف؟ انت بتعرف انت فنان. باب رزق هذا. هذا باب رزق. سامي بعد 62 سنه من الكوميديا برايك انت هل صار اصعب اضحك الناس؟ لا لا بتعرفي اضحك الناس هين خاصه بالظروف الصعبه، الناس بدها تضحك، بس بحس انه في غصه بقلبهم هن عم يضحكوا، انه معقوله نحن عم نضحك بهيك ظروف؟ مثل كانه عندهم عقده الذنب. ايه انه كيف نحن عم نضحك والناس بمقاسي غريبه الشكل، بس لا بالعكس الناس بدها فسحه امل، بدها فسحه ضحك، بدها فسحه فرح بهيك ظروف اكيد. اكيد. طب انت ما تعبت بعد 62 سنه؟ ابدا 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 بحياتك ابدا. ما شفت ملا فوت فاتا بعد من الاجرين للايدين، لانه بعتبر انه البادي لانجوج كل الجسم لازم يتحرك، مش التمثيل بيصير بالايدين والرقبه والهذا، كمان الاجرين وين بيروحوا غودي؟ وين بدنا ناخذهم؟ وين بدنا نبعثهم؟ انا وقت كنت صغير بالمدرسه حتى طول الوقت بالصف ها تك 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 طول الوقت. فيك ترجع تعيدها؟ عيد لي اياها بشرفك. تي تا تا. يا الله شو مهضوم. ولا اهضم من هيك، والله اهضم عن جد سامي. بس ما عم يطقطق منيح هون لانه لازم يكون اعسى. ايه معك حق 100%. صعب صعب. بدي اسالك وين المسرح اليوم بوجود السوشيال ميديا والبلوجرز المؤثرين اللي بيقدموا محتوى كوميدي؟ وين المسرح بيكون اذا كان المؤثرين مش موجودين؟ لا بالسوشيال ميديا. يعني بوجود بوجود السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ليكو ما في شيء بيخرب شيء، كل شيء له محله. صح. السوشيال ميديا اكيد قريبه للناس وسهله، دغري بيفتح واحد بيضحك واشياء سريعه، لانه السرعه كثير مهمه، بس لابد من الشيء المباشر، انك تقعد بصاله مسرح وتشوف قدامك الفنان وما له حق يعمل شيء، لا بيقول لك ما تاخذني بدي اروح على الحمام او بدي اروح اخذ حبه لانه عم يجعني راسي، ما في، نزل بده يكفي للاخر، اذا رعيته دينته ما له حق يحكها، ما في، هيدا الحلو، والجمهور بحب هالشيء، بيعرف انه هو قاعد قدام ناس عم بيقدموا له شيء مباشر، يعني كله طازه خلنج، ما في شيء هيك معلب ومزبط. لا لا ما المسرح ما بيموت ما بيموت. بس بدك مسرحيين، بدك جو يقدر يسمح لهم كمان يكفوا وهن يكون عندهم الشجاعه. يعني انا سموني كاميكاز لانه نزلت بمسرحيه. طيب يا عمي بننزل بمسرحيه، مش ضروري يكون هالشغل العظيم الموجود. اسم الله عليك اسم الله عليك. على كل حال هلا رجعت للمسرح من خلال مسرحيه ولو. أيوة. ولا 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 شو هيدا بلد بألف خير. كيف كانت الأجواء؟ كيف كانت؟ كثير حلوة كانت، أنا ما كنت مستنظر أكثر من ما بستاهل على كل حال. لا بتستاهل كثير. شوف أنا قلت فادي بدي أنزل فيها. إيه رح أنزل فيها، شو بده يصير؟ والعالم تعجبت، قالوا لي هيدا عم يعمل مسرحية معقول؟ راحوا وانبسطوا وأنا انبسطت وكلنا كنا مبسوطين، شو بدها القصة؟ بالليرة؟
بالليره. بالليره؟ طول عمره بالليره، المسرح ما بحياته كان غير شيء بلبنان. بس طبعا يعني كنا شوي ضايعين انه شو بدنا نعمل بطاقه دخول. بقول لك شو عملنا؟ عملنا 180,000، انه ما رح نعمل 200 رح تنقص 180,000. ما بتنقص، ما بتنقص معك 10,000؟ اه يعطينا اياها. يلا سامي، تغيرت الكوميديا او بعد الناس بتضحك على نفس النكت لانه بعده لبنان واقع بنفس المشاكل؟ صح. صحيح، لانه من هال 62 سنه انا باخذ الاغاني والمشاهد اللي عملتها من هذيك الزمانات لليوم، يا عمي كانها مكتوبه اليوم. صح، كانه معموله لليوم. شيء غريب الشكل، ما في شيء تغير، بعدنا بنفس المشاكل الاقتصاديه هي ذاتها، انه دائما المعاشات وما المعاشات، الحياتيه اليوميه انه طرقات وكهرباء بعدها، والسياسه نفس الشيء بعدنا. بس هلا تغير شيء، في شغله اضرب، انه اجى فوق منها تراكمات غريبه الشكل، تعبنا من التراكمات. 100%. اجى الكورونا كمان ضرب اكثر. صح. والافلاس اللي صار ببعض بعض المؤسسات وكذا ضيقتنا كثير هيدي، وانه البنوكي وما البنوكي والمصاري وكيف بدنا نسحبه، بتعرفوا بتعرفوا انتم حضرتوها. صح. علما انه ايه؟ انا كل مره بيجي ادفع شيء بقول له بتاخذ شيك؟ بقول له بتاخذ كارت؟ بقول له لا تخيلك تعمل البنك بابا. طيب بتاخذ لبناني؟ لا لا، فريش دولار. وانا بقول له منين بدي اجيب لك دولار؟ انا كذاب، شو منين بدي اجيب لك؟ شو كنا عم نعمل من سنتين؟ كل اسبوع نروح على البنك نسحب 200 300 500، وين حطيناهم؟ بالمخدات. صح، عم ننام عليهم. شو يعني؟ يعني فتنا بالحيط.